تتم أنشطة في قاعات أخرى، ولكن كتمشي على حسب الحجم ديالها وحسب المعني. طيب توقف المحطة وعلاقتها بالمجلس السابق إلى آخره. المحطة مشروع دارته البلدية العرايش بالقرض من عند صندوق التجهيز الجماعي، استمر سنوات هو معطل فيه، وحنا كنعرفوا الحيثيات اللي كانت مرتبطة بالتنفيذ ديال ديك الورشة. بلا الصفقة الأولى ما كملتش، الصفقة التكميلية جا الفلوس اللي هضر عليهم السي نعمان ديال 800,000 درهم ديال المجلس الإقليمي، داخلة في إطار التكملة ديال الصور وبعض الإشكاليات اللي كانت مرتبطة بالمحطة، لأن علاش البلدية استنفدت مواردها المالية واستنفدت حتى الشكل التدبيري، يعني حتى الصفقة ديالها لوموطاسيون ولافلون إلى آخره، هاد المسائل كاملة استنفدتها، وبالتالي مابقاش يعني المجلس الإقليمي تدخل من أجل إضافة واحد المبلغ اللي واصل 100,000 درهم، ماشي شي مبلغ لا يمثل نسبة كبيرة من مبلغ الصفقة، ولكن اكتملت المحطة. الأساس إلى عقلته هذا المجلس هذا في البداية ديالو أول وعد أعطى رئيس مجلس البلدي أنه يحل المحطة في 2016، أول وعد أنا لازلت أذكر. ونورمالمون الحزب اللي كيحتار بنفسه الأغلبية اللي كتحتار بنفسها راه ما كتسناش حتى تكمل المحطة عاد نفكر كيفاش غنكبر المحطة. الحزب اللي كيكون عنده رؤية واضحة وطرق تدبير واضحة كيتحاسب عليها وكيقدمها وكينفذها. فبالتالي هذه الأغلبية للأسف الشديد انقسمت فيما بينها، شي كيجر لهادشي شي كيجر لهادشي، كل واحد كيدير الطريقة ديالو. ورئيس المجلس البلدي لم يستطع بالطرق ديالو أن يذهب بالأغلبية إلى رأي واحد أو إلى طريقة تدبير واحدة، نتج عنها أن المحطة مغلقة إلى يومنا هذا. ولو أنه يعني البلدية كانت كتحترم نفسها وكتعرف على أنه عدد كبير من العائلات ما كتلقاش فيه تركيب، وان العديد من الحالات تم التحرش بها وتم اغتصابها لان المحطه كانت بعيده، ولان كان على الاقل البلديه تحتار نفسها تفتح المحطه. انت ديجا عندك محطه كتسيرها، افتح المحطه وسيرها وبعدا هذا مرفق اساسي لا يتوقف. ومن بعد انت في راميزور كتطلع في النقاش، راه هذيك الطريقه باش تدبر، وراه عندك الاصوات ديالك وهتصوت على طريقة ديال التدبير. فحنا كنقولوا المشكل إغلاق المحطة كتحملوا البلدية بالأغلبية ديالها بالمكتب ديالها بالرئيس ديالها، ما عندهم حتى شي عذر باش تبقى المحطة مسدودة. عندهم طريقة تدبير ولا ما عندهمش؟ عندك محطة مكمولة خايفتحها، هذا أمر أول. سأل السي نعمان على غياب أعضاء الفريق، فعلا عدد من أعضاء الفريق العدد والكمية غابوا على الدورة المجلس، وطبعا بحال كل واحد كيغيب عنده العذر ديالو اللي كيقدمو. والغياب ماشي الغياب لا يعني التواطؤ ولا يعني ان في الغابه، الغياب هو مرتبط بوضع ديال كل واحد. انا نهضر على راسي حيت قلتي الطريقه كاين مجموعاته، انا نهضر على راسي حيت انا ما عنديش مجموعه، عندي عائله مرا وليدات، اما الاخوان فريق عندهم مونستاكس متعب الى كريبوس وراه تكلمت عليه في النقل المباشر للعيدات. أنا تغيرت لأنني كنت في نشاط مدينة العيون، كنت أنا فيزيين وكنمثلو ناس كيدافعو على المدينة، فبالتالي راه حنا كنقولو حتى ميناتنا حتى مواقفنا داخل الفريق، إذا تورط أي واحد من العدالة الرسمية ودا شي حاجة ماشي من حقه ردو البال، ماشي من حقه. راه هذا لا يعني أنك إذا كنت أنت في المجلس وعندك واحد الحق واحد المصلحة. أنا أعطي مثال بسيط جدا وعطيته لبعض الإخوان. نفترض جدلا أن أشرف قريباق ساكن في كرلاكا ومن حقه يستافد في إطار برنامج مدن بدون صفح، واش ما تعطيش الاستفادة ديالو السي بالميدان؟ لا يستافد. صافي. هنا باش نكونوا واضحين. لا أنا غير عطيت مثال، إذا عندك الشروط باش تستافد بالقانون راه تستافد، ما عندكش ما ترحموش. التساؤل السي أشرف، حنا يتسأل. يجب أن يحاسب. لحد الساعة العدالة الحكومية ما عندها حتى علاقة بميلاد المحطة، رؤيتها واضحة في التدبير ديال المحطة، وكتحمل المكتب المسير كيفاش أن محطة مكتملة ورش مكتمل ولم يسير إلى يومنا هذا، وأنا أتفق معكم هذا رأيي الشخصي على أن كاين ملفات أكبر من المحطة. المحطة إلا مرفق عمومي من ضمن المراكز، مثلا أنا غير نهبد المداخل ديال البلدية، غير الأمور ديال راس الرمل، غير الأمن، غير بزاف 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 كاملة. ولكن الإخوان لكل مقام مقال، اللي مطلوب اللي أساسي أنه هذه المحطة اللي ما توقفش، يعني اللقاء التواصل ما توقفش عن المحطة، وإنما تكون لقاءات أخرى من أجل مناقشة قضايا أخرى. شكرا.
جابر المفوض مشاو جابوا ترخيص باش انهم يديروا تدبير مباشر مع الشركه الوطنيه للنقل واللوجيستيك. هذا سؤال. سؤال ثاني، حنا دائما في البدايه كنا كنطالبوا باش تكون واحد الدراسه ماليه وتم الاحاله عليها في التقرير ديال لجنه المرافق على حسب اخر دوره دازت في شهر مايو 2018، كنقولوا خصها توفر واحد الدراسه ماليه. توصيه رقم 5، اعداد دراسه ماليه من حيث المداخل والمصاريف المحتمله لهذه المحطه الطرقيه الجديده، حيت ملي كدير الدراسه ديك الساعه كريها وكبرها مباشره، انت كتعرف راسك عندك واحد المدخول هيدخل. انت دابا ما عارفش كاين اللي كيقول لك المحطه القديمه كتدخل قدا، انت كتقول ندخل بها قدا، وهذيك الاثمنه اللي دايره انت راه غير سو دي زيستيماسيون، غير واش يجري الناس بديك الاثمنه ولا لا. الله اعلم شحال من حاجه داروا لها السمسره وبقاو بالحالات ديالها مسدودين. وها الواقع ديال السوق اللي بالتزيئه الخضراء راه نموذجي، الاسواق المحلات بحال قلت ديال الرحبه الزرعه راه هما مسدودين الى اخره. فبالتالي هذه الدراسه الماليه باقي لدابا ما جابوها لناش. الناس دابا اللي كيقولوا انه غيوصل واحد الاتفاق انه ديك النقل الشركه الوطنيه للنقل واللوجيستيك تصرف لنا واحد الشخص معجزه كفاءه، ما عرفتش شي يسميوه، شي واحد راه مولود في شي مدينه كيعرفها بوحدو هو يسير وهيجي نعم سيدي بلا بالي ديالو هو يسير المحطة. البلدية شغتعطيها تعطيها ديك الموظفين وتعطيها وكذا باتجاه زعما باش انه ديك النفقات المتعلقة بالموظفين المعدات. ولكن نحن نتساءل هاد السيد هذا اللي غتجيبو انت من الشركة الوطنية وغتكريتيه مباشرة، شد واحد ثلاثة الأطر ولا أربعة الأطر من البلدية ديالك ودير لهم تكوين ومرجعو مدراء المحطة، زعما شنو هي الإضافة؟ انا كنعرف المغرب نهار اللي مشي يدير تدبير المفوض قلب على الخبره الاجنبيه، قلب على الناس جات استثمارات بالملايير. ورغم كل هذا اخر تقرير ديال الاجتماعي والاقتصادي كياكد ان تجربه تدبير المفوض فشلت في المغرب. فبالتالي يعني هذه بعض الامور اللي خصها تكون واضحه عندنا حنا في المحطه. غير كنعاود ناكد واحد العمليه اساسيه في جميع التجارب ديال تدبير المفوض، ما كايناش واحد اللجنه اساسيه ما كتكونش لجنه المراقبه والتتبع ما فهمناش، غير قدمنا في القصر الكبير الناس كيدبروا قطاع النظافه عندهم لجنه المراقبه والتتبع. هاد العلايش ما عمرك ما تسمع فيها لجنه المراقبه والتتبع، لا النقل الحضاري ولا النظافه، وقيسوها على المحطه الطرقيه من جد. واعطوني غير شي شركه كتدبر يعني مرفق لفائده البلديه خدات غرامه ولو ب 50 درهم، ما كايناش. تاهدوا ناس يكونوا بصفقات وبطرق مشبوهه وبالاخر لا يحاسبون تلك الاطراف. بالتالي حنا كنطرحوا سؤال من حقنا، الا كنا نديروا التدبير المفوض راه خصو يكون التدبير المفوض بالقواعد ديالو، ولا كنا نديروا التدبير المباشر خصو يكون بالقواعد ديالو، واي تجربه خصها تكون مبنيه على الارقام والدراسه. ونزيد نختم انه من ضمن حتى التوصيات باش نجاوب السي انور، التوصيه رقم 3 اش كتقول؟ استحضار حقوق أصحاب المحلات التجارية الذين يتوفرون على عقود الكراء المحطة الحالية أثناء المرحلة استعداد لتشييد المحطة الطرقية الجديدة. والنقاش العام عندك واحد الوضع قديم داخل المحطة، فيه ناس مرتفقين، فيه ناس عندهم حقوق راه خصهم يستافدوا، لأنه ما يمكنش واحد الإنسان راكب واحد شنقولوا حنا واحد الخبرة، واحد المجال لا يتقنه إلا هو العمل فيها، تقول له بجرة قلم لن تبقى هنايا ولا نفتح محطة أخرى. واش العلايش ما زدتش حتى محطة واحدة عاد تزيد بجوج ولا ثلاثة المحطات زعما على أكثر النشاط التجاري والاقتصادي اللي كاين؟ هذه من ضمن الملاحظات.